السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا هاي الخلية نوين نربي منها بكور. طبعا الملكة يعني عجبتني شغالة ما شاء الله، تقدمت أفضل من الملكات الثانية، لأن كان عندي نحل ضعيف بالصيف، كان عندي تقسيمات يعني شوية كانت جائرة، فهاي الخلية تقدمت من بين البقية. وملكتها تختلف عن نوع الملكة اللي صورناها بالفيديو الأول، اللي قلنا نربي منها ملكات. راح نشوفكم إياها هاي إن شاء الله، نربي منها ذكور. راح نشوف كثافتها، راح أضيف لها إطار مبني عيون ذكرية، راح نشوف كثافتها ونضيف لها الإطار إن شاء الله. اليوم 15/3/2024. بسم الله. طبعا هذا إطار مخزون والملكة جاية تشتغل به ببداية وضع بيض بهذا الإطار. الإطار الثاني هذا حضنة مغلقة وتخرج ودعت، حضنة مغلقة ومفتوحة طبعا تبيض بالفراغات، دع تربي ذكور. طبعا هي دع تربي ذكور بالأطراف، فاحنا راح نستغل ذكور هاي الخلية إن شاء الله. راح نستغل ذكور هاي الخلية، راح نضيف لها إطار مبني عيون ذكرية. طبعا إطار بالعام الماضي انقطع الاساس، ولما جيت لقيت النحل باني بناء طبيعي ومخلي كل عيون ذكريه. شوف ما شاء الله هذا ايضا حضنه الخليه شغاله. طبعا هذا الاطار الاخر ضفته قبل تقريبا اسبوع او اقل، راح نشوفه اطار ممطوط النحل يغطيه، والملكه اعتقد كله بيض هذا. نعم كله بيض، كل الإطار بيض وأطرافه بيها تخزين عسل ما شاء الله، الإطار كله بيض. فالآن راح نضيف لها إطار مبني عيون ذكرية حتى تربينا ذكور من هاي الخلية. هاي الخلية ما شاء الله أيضا بيها نوع من الهدوء و تطورها، خلونا نقول ماشي احسن من البقيه. فراح اخلي له هذا الاطار. شوف هذا كله عيون ذكريه مبنيه بشكل طبيعي. طبعا العام الماضي عندي خليه انقطع الاساس فبنته للاخير، فراح نقدمه لها ان شاء الله نربي منها ذكور. والاولى اللي صورناها راح نربي منها ملكات ان شاء الله. طبعا احنا عندنا الملكة بايدة تتطور بهذا الاطار مثل ما قلنا، يعني راح تبي ان شاء الله تضع بيه بيض، لان ما شاء الله شوفها كلها حضنة مفتوحة ومغلقة بهذا المكان. وهذا الاطار مخزون، راح نقدم لها تغذية ان شاء الله حتى تشتغل معانا. هاي الغذاية وهاي التغذية نفس الشيء، ربع لتر يكفي. طبعا كل 3 أيام تقريبا حتى ندخل موسم. بعدين إذا كان عندنا مخزون من التغذية نفرزه ونرجع الإطارات، وإن شاء الله نجيب عسل طبيعي. إن شاء الله ما عندنا، خلنا نقول نشتغل على مفهوم علمي، يعني ما كنا نشتغل بعشوائية. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا في فلسطين الحبيبة، اللهم آمين يا رب. الله يبارك في الجميع. طبعا مشكور أخونا يونس من العراق مشاركة الفيديو ده. نقول بس بعض النصائح فيما يخص الموضوع ده. طبعا بالنسبة للأخ يونس، أنا نصيحتي ليك خلينا يعني نقدر نقول القوام بتاعها حدود الأربع أو الخمس براويز، يعني يفضل إن الواحد يهتم في تنزيل براويز سواء أساس شمعي أو براويز مبنية ينتج عنها نقدر نقول حضنة شغالات من أجل التجييش وتطوير الخلية. أنا شايف ما شاء الله إن الخلية الحضنة بتاعتها ممتازة، يعني حضنة الملكة ممتازة. موضوع الذكور ده يعني انا اكلمك بصراحة وبما يرضي الله، الذكور اللي انت حتى لو هتنتجها من خلية فوق الممتازة تمام، انت مش هتقدر تسيطر على موضوع التلقيح. تمام، موضوع التلقيح الله الاعلم ممكن يكون مناح المجاورة ليك، عندك خلايا اخرى فيها ذكور. تمام، الموضوع هيكون صعب بالخصوص انك انت شغال نقدر نقول على التلقيح الطبيعي اللي هو في الاجواء الخارجية في الهواء. تمام، عكس اللي بيقوم مثلا بعملية تلقيح صناعي الأمر يختلف. لو انت هتستفيد من برواز حضنة الذكور اللي انت منزله للخلية نقدر نقول كعملية مصيدة للذكور للفروة وما شابه ذلك، انا اشجعك. تمام، يعني انت تنزل البرواز العيون الثلاثية الواسعة ده، ومن ثم بعد الملكة ما تبيض بيض ذكور وحضنة الذكور يتم الإغلاق عليها وتطلع البرواز، تقوم بعملية إعدام البرواز، أنا معاك في الموضوع ده. تمام، ليه؟ أنت بمعنى أصح أنت بتعمل مصيدة للفروة، بتطلع نقدر نقول من الخلية أكبر نسبة من الفروة. تمام، خلاف ذلك أنا أشجعك ونقدر نقول أقول لك اهتم أكتر بموضوع نقدر نقول تجييش الخلية، تحفيز الخلية من أجل نقدر نقول تكوين جيش من الشغالات. فاهم عليا؟ مفيش مانع الاخ يونس الله يبارك في عمرك ان انا اخذ برواز يرقات من الخليه ديت لو انت شايفها ممتازه، اثناء ما انا هاجي اقوم بتربيه ملكات اخذ برواز منها يرقات او بيض وضعه في الخليه اللي انا مختارها تربي ملكات. يبقى بمعنى اصح انا بقوم بتربيه ملكات من خليتين او من ثلاث خلايا انا مختارهم من داخل المنحل بتاعي. فاهم عليا اتكلم في ايه؟ يعني انت امبارح بتقول انك انت طبعا بالنسبه للخليه اللي تم نشرها امس بتقول دي ان شاء الله اللي انت هتربي منها ملكات، مفيش مشكله ضع فيها برواز من الخليه دي، انت كذلك تاخد منه برضو ملكات حتى لو تاخد خمس او ست ملكات. تمام، موضوع الذكور زي ما انا قلت لك وافدتك فيه وده الافضل، لان موضوع الذكور ثقه مش هتقدر تسيطر عليه، سواء لانك ناسي امر مهم اخويا يونس، مفيش اماكن معزوله نقدر مثلا نقول الرب ذكور ومن ثم يكون عندنا ملكات على اساس ان احنا نقدر نوصل مثلا لبعض الصفات. صعب صعب، لان الملكه لما تيجي تتلقح مثلا من 10 او 12 او 15 ذكر تمام، انت مش هيكون عندك المقدره او المعرفه ان هل الذكور ديت من الخليه اللي انت ربيت منها ولا من خلايا اخرى ولا من اماكن اخرى ولا من منطقه اخرى. تمام، الامر هيكون صعب. فاهم عليا نتكلم في ايه؟ الامر الاخر الله يبارك في عمرك ما شاء الله، يعني انا شايفه بالنسبه للخليه مقدار مخزون العسل ربما يكون البرواز الاول بس اللي ابتدت الملكه تتوسع فيه من البيض. طبعا ده كويس كويس لسبب واحد، ان في البعض للاسف بيعطي تغذيه بكميات كبيره لدرجه ان هو بيضيق على الملكه. تمام، فان حال نقدر نقول الذكي اللي حاول يوازي في موضوع مثلا تقديم التغذيه لدرجه ان هو ما يخزنهاش النحل وفي نفس الوقت يستفيد منها كتجييش او تنعكس نقدر نقول بصوره حضنه. تمام، ونسال الله يا رب التيسير لك الاخ يونس، وركز على موضوع المكافحه سواء انت او الاصدقاء اللي بيتابع معانا ياخذوا النصائح دي بعين الاعتبار، بالخصوص ان انت ما عندكش موسم عسل في التوقيت الحالي. تمام، طبعا تحياتنا ليك وللاصدقاء في العراق سواء المتابعين معانا او اللي بيشاركوا معانا فيديوهات، نسأل الله يا رب
يبارك في نحلكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ومشكورين شكرا جزيلا.